منورين يا باشوات. كتكم القرف، شكلكم هترجعونا تاني كده لشغل القرود. مساء الفل يا خواجة. اوه ماي جاد، ار يو ا مونكي؟ لا يا عم انا مش مونكي. نعم؟ I'm pretty sure you're a monkey. يا عم احترم نفسك يا عم، انا مش مونكي. Nah, maybe I think you're a monkey but you don't know because you're drunk. ده انت ضايع. يا عم هو في مونكي بيتكلم؟ Yeah, you're right. I think you have a point there. You wanna drink? Drink? أنا اكتشفت إنها بتخوني، وبعد ما صرعتها بالاكتشاف طلبت مني الطلاق. عشان مين؟ عشان أعيش مع عز صحابي اللي كنت فاكره زي أخويا. يا راجل برضه يا خواجة، ما ينفعش تشكوا مع بعض على موضوع الوراث دوت. ده ورث يعني عادي، وانتوا اخوات، والدم عمره هيبقى ميه يا عم. بس انا مش هطلعها، انا تلها هي والكلب اللي بتخوني معاها. عيني العقل والله يا خواجه، تصدق انت عامل الخير ومين البحر، وهو برضه ابوك يمت وتربته مستريح. ده انت اخوات يا عم، قدام عمره القمر يا عم. فكك، بس انا عارف انها. خلاص بقى يا عم، ده انت غاي قوي. بقول لك ايه، انا هرجع بقى على اوضتي عشان الجماعه بتوع المخابرات دول لو عرفوا اللي انا جيت منها يحصل مشاكل ولادت وعجن. ويا مسعد اعمل، ويا مسعد سوي، وكده برضه يا مسعد. سلام يا عم. ايه يا عم، انا مش لوحدي. باي مونكي. يا يبعتك بقى، اهم حاجه تسيبنا الرحم. اوعى عشان نبقى حوالي يعني. يلا هجيبك التاني. ده اللي اتفقنا عليه يا مسعود؟ معرفش، انا كنت قاعد هنا والراجل ده دخل عليا وشنا. هي مش كانت قطي برضه ولا ايه؟ اصلها شبهها قوي. ماشي ماشي يا مسعود، المهم تنام كويس عشان بكره عندك تدريبات كتير. تدريبات؟ مايكل تدريبات ايه؟ تدريبات تاني؟ ده الواحد بقى حاسس انه بيلعب في بتروجيت وشغال مع مخابرات. الله يخرب بيوتك وقطعت نفسي. تعرف بقى ايه دلوقتي؟ هو في التليفون. الو، مين معاك برضو؟ لهيدا تنساني يا نادل. انا مسعد. يا ازيك يا بركه؟ عامل ايه يا بركنون؟ ارجع فين يا عم؟ لا طبعا مش راجع، ده احنا كانوا مضحوك علينا يا صاحبي. بتقول لي ارجع؟ ارجع مين؟ بص يا بركنول، استنى كده، انا هثبت نفسي هنا وهثبت نفسي، وابعد جيبك يا تقعد معايا هنا. لا 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 مش عايز حاجه. سلم لي بس على امي، وسلم لي على كل اللي عندك، وطمن امي قوي. ها لا لا فرغلي، مش مشكله، ما تطمنوش، خليه غرفه داهيه.
وانت كمان غور في داهية. سلام بقى. عايز انا السلوك دي كلها ولا مؤاخذه؟ الجهاز ده بنقدر من خلاله نعرف انت بتفكر في ايه من غير ما نوجع دماغك بسالتنا. تعال بقى مع بعض نشوف مخك ده بيفكر في ايه. بس استنى يا عم مارك، لا مؤاخذه، في طلب كده صغير. يعني ممكن الانسه كارول تخرج بره بس علشان احنا عندنا ولاية وما صحش. فكره تيجي كده تخدش حقها برضو وانا مش مسؤول. مش فاهم قصدك، بس على المهم دوري، كارول عميلة معانا من زمان. ماشي يا عم بشوقك، بس انا ولا مؤاخذه كده نبهتك من قبلها يا اسطى كده، ولا مؤاخذه يعني. ها ايه الاخبار يا عم مارك؟ او جاد عبقري. اي خدمه؟ تعرف ايه عن الكمبيوتر مسعد؟ تعرف ايه عن الكمبيوتر؟ والله يا موسى انا اعرف عن الكمبيوتر ان هو جهاز ابن حلال. يعني الولا حماده ده عندي في المنطقه، بس ولا شاطر اصلي. علمني ازاي افتحه، وعلمني ازاي ولا مؤاخذه يعني اشغل شويه افلام كده يعني، وعلمني كمان ازاي اخش على بعض المواقع المعينه يعني ولا مؤاخذه يا استاذ. يبقى تنسى كل اللي انت تعرفه. بص يا مسعد، ركز معايا لو سمحت. اوكي، هعلمك ازاي تعمل سكاننج لفايل. هتدوس الزرار ده وتفتح كده، تحط الصوره وتقفل، دوس الزرار ده هيتنقل كل المعلومات على الكمبيوتر. هنا هيتنقل كل المعلومات على الكمبيوتر ده. لما تتنقل هتحطها على فلاش ميموري. معايا؟ معاكي جدا، معاكي خالص، معاكي على الاخر. احذر مني يا مسعد and take care. خلاص سيبي. لا مؤاخذه يا زميل، حقك عليا. ركز لو سمحت، دلوقتي هعلمك ازاي تبعت لنا ايميل. اي معلومه توصل لها ازاي تبعتها لنا على الايميل. اوكي؟ طبعا مسعد، انت فاهم يعني ايه ايميل؟ الصراحه لا. برافو مسعد، انت اتعلمت ضرب النار فين؟ في المولد يا باشا، ولا مؤاخذه. وبعدين محسوبك احسن واحد يضرب الليزر في عين الجول في الماتشات. برافو مسعد، شكلك هتنفعنا كتير. بص يا باشا، بعون الله احنا هنعمل احلى شغله مع بعضينا. وتحيا امريكا. طب يلا تعال. جاهز يا مصعد؟ ها؟ جاهز ليه يا باشا ولا مؤاخذه؟ جاهز ليه؟ مصعد انا بقالي 5 ساعات قاعد اعلمك تطلع بالعربيه وتقول لي جاهز ليه؟ التدريب ده مهم جدا يا مصعد، لازم تكون جاهز في حاله الطوارئ. يا باشا معلش، اصل الواحد بقت دماغه مشغوله. بس انت ما تقلقش، انت بس سيبني، ده انا كنت في مصر بسوق اي حاجه من اول التوك توك لحد العربيه النقل يا باشا. هنشوف يا مسعد، انما قول لي
انت دماغك مشغوله في ايه؟ يا باشا والله دماغي مقلوبه. انت عارف بقى الغربه واهلي واصحابي وحشوني، وبعدين ما انا مش عارف ام المهمه اللي انتوا عايزيني فيها دي عباره عن ايه. ما تقولوا لي يا باشا بقى المهمه اللي انتوا عايزيني فيها دي، ده انا ما اعرفش عنها حاجه خالص. مسعد انا عارف ان الجمله دي اتهرست كتير قبل كده، بس انت هتعرف كل حاجه في وقتها. في وقتها انا كنت عارف انك بتتفرج على افلام مصر كتير. مسعد عايزك تطلع بالعربيه وتخش يمين من عند الاشاره الجايه دي وتلف وترجع تاني. بس كده يا باشا، من عينيا. اتفرج انت بس وهتدعيلي. هتشوف دلوقتي سواء ايه ما حصلتش. بس انا ليه سؤال بس يا باشا بعد اذنك، هي العربيه دي بتدور منين؟ العربيه دي بتدور منين؟ من هنا، من هنا. خلاص خلاص انا جامد قوي. اتقل انت عليا بس وهتدعيلي. اسمع كلامي هنا كده. انا اعمل ده كده. واسع. تلاقي ماما اللي جايبها لك. ستوب ذا كار. وقف العربيه. وقف يا مصعب. ايه رايك في الانجليزي؟ ستوب ذا كار. مانكي مين يا باشا؟ اتكلم باسلوب احسن من كده، احنا زملاء برضه. اطلع هتضيعنا وتضيع العمليه. وقف العربيه. ستوب ذا كار. مصعب. وقف وقف. ستوب ذا كار. وقف يا مصعب. وقف. ركز قدامك يا مصعب، هنموت.